الوظيفة ديالي، جيت أخيتي باش تخدم على والديا مع عروسين وولدي صغير. أخيتي من جيت تكرفصوا عليا بزاف، أخيتي بزاف تكرفصوا عليا، ما قدرتش نخدم أخيتي، حتى ما كان ناكل ما كان نشرب. من كنت كنطحل على رجليها كنقول لها ردي لي بحالي، قلت لي عطاني 10,000 ساعة ولي عاد نردك بحالك، من نجيبها على أنا؟ حتى خرجت معها طليقها ومرتو وبنتو وسخفت في الزنقة، عيطوا للابيناس جات داتني، عيطوا للإسعاف جات داتني، جابتني للطبيب. من جابتني للطبيب بقى مول لابيناس كيسولني علاش وقع لك هادشي مع يدي بحال لي عواجت، حيت عندي يدي مريضة، عندي فيها ضربة، عندي 3 العصبات مقطعين. قال لي يا مالكي علاش وصلتي لهاد الحالة؟ قلت له راني من المغرب. وشنو قال لي؟ لا قال لي يمكن لهم يردوك بحالك والسفارة د المغرب تردك بحالك. الحبيبة ديالي من جابوني الطبيب تبعاتني جات لعندي، قسمت بالله حتى تعذبني، من قسمت بالله دخلت عند الطبيب وبقيت كنربو، قلت له ها شنو قال لي صافي تبقاي هنايا حتى تجي السفارة. ملي جات السفارة يا حياتي د المغرب مبغاتش تعاوني، اتفقت معاها تردني لعندها. انا بقيت كنهرب الطبيب، قلت له ما بقاش نرجع عندها، دابا هما مخليني هنا في الطبيب حتى يشوفوا شنو يديروا معايا، بقى لي بحال الواحد البوليس. الصراحه نكذب على الله راه راسي ما عرفتش شنو كان بعد الشيء، والله يا خيتي ما عرفت، ما عرفتش زدت انا شحال. انا صيفط لك الورقه اللي كانوا صيفطوا لي، سمي بابا معرس ومراسة معرسة كنت خدامة في الحمام وضربات هالشي في هذا الثالثات يجيب لها أنا 10,000 سعودي. أنا حماق يا خيتي، أنا حماق عاونوني الله يسهل عليك.